السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المستوى الثالث ماجستير المهني كلية التجارة جامعة كفر الشيخ، أهلا بكم. محاضرة جديدة في مادة دراسات متقدمة في محاسبة المنشآت المتخصصة. النهاردة هنكمل التحليل الرأسي، وهنتكلم على وجه التحديد على تحليل الرأس لقائمة الدخل. طبعا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن التحليل الرأسي لقائمة المركز المالي. النهاردة بقى قائمة الدخل لما نيجي نعمل لها تحليل رأسي هيختلف بالتأكيد نظرا لاختلاف قائمة الدخل عن قائمة المركز المالي. طيب، الفكرة الرئيسية في تحليل الرأس لقائمة الدخل هي إن أنت بتنسب كل بند من بنود قائمة الدخل إلى صافي المبيعات. تطلع من القسمة دي بنسبة مئوية معينة. طبعا تعرفين إن قائمة الدخل تحتوي على إيرادات ومصروفات، كل بند في التكلفة وكل بند في المصروف هننسبه إلى صافي المبيعات. بالتأكيد إن زيادة نسبة الإيراد تعتبر في صالح الشركة ونقص نسبة المصروف تعتبر في صالح الشركة والعكس صحيح. شوف حالة كده، في عندي قائمة الدخل هي بتاعت شركة النورس، قائمة الدخل مبسطة زي ما انتم شايفين. إيراد مبيعات، تكلفة المبيعات، دي مجمل الربح، بعد كده بحط مصروفات التشغيل بتاعتي، مصروفات إدارية عمومية، ومصروفات إعلان، مصروفات إهلاك أصول ثابتة، وبجمع مصروفات التشغيل بطرحها من مجمل الربح، بيديني صافي الدخل من أنشطة التشغيل. بعد كده بحط البنود غير التشغيلية، الكاسب بيع أصول ثابتة وإيراد فوايد. ومصروف فوائد صفيهم مع بعض بيطلعوا 20، نضيفهم على صافي الدخل من أنشطة التشغيل بيديني 208. طبعا ده صافي الدخل قبل الضريبة، بنشيل منه الضريبة على الدخل ولتكن 56، يبقى صافي الدخل بعد الضريبة 224. والمطلوب إن احنا نعمل نستخدم أسلوب التحليل الرأسي في تحليل قائمة الدخل السابقة. هنيجي ناخد قائمة الدخل زي ما هي كده اهي، ونعمل لها الجدول ده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنا طبعا كان جزئي وكلي، هنا برضو جزئي وكلي، وهنا بنعمل خانة جديدة نحط فيها النسبة المئوية من إيراد المبيعات. عندي إيراد المبيعات هنا 2000، 2000 على 2000 يبقى 100%، 1500 على 2000 75%، 500 على